كريم لمنطقة تحت العين لتخفيف الانتفاخات. هنعمل مع بعض الكريم ده بمنتهى السهولة، وانا اخترت كل الحاجات اللي بتخفف الانتفاخ. هستخدم خلاصة الخيار وخلاصة الصبار وخلاصة الكافيين وكمان زيت الشاي الأخضر. تعالوا نشوف مع بعض بقى هنعمله ازاي. بضيف جرام واحد فقط من خلاصة الصبار لمية خمسة وعشرين جرام من الماء المقطر، وبضيف فوقيهم جرام برضو من خلاصة الخيار وجرام من خلاصة الكافيين. وبقلب وبضيف ستة جرام من شمع النحل المستحلب، بضيف 12 جرام من حمض الشمع اللي هو حمض الاستريك، وبضيف فيزلين طبي 5 جرام، وبضيف الجليسرين 12 جرام، وبضيف البروبولين جلايكول 6 جرام، وبضيف خليط الزيت بتاعي وده عبارة عن 3 جرام زيت لوز و 6 جرام زيت خروع و 7 جرام زيت شاي أخضر. تقليبة بسيطة كده، وهغطي بالستريتش علشان هاخده في حمام مائي يدوب. بعد ما الشموع والمية بتاعتي والزيوت دابت مع بعض، هضيف 2 جرام من التراي إيثينول أمين علشان أربط الخامات ببعض، وأقلب تقليبة بسيطة قبل ما أبتدي أضرب بالهاند بلندر. هضرب ضربة بسيطة كده بالهاند بلندر لمجرد أن المكونات كلها تخش في بعض، وبعد كده هسيب الخليط بتاعي ساعة علشان درجة الحرارة بتاعته تنزل خالص، وابتدي اضيف بقى بقية المكونات بتاعتي. وبعد ساعة خلاص زي ما انتم شايفين تقل خالص، بضربه كده ضربة بسيطة بالهاند بلندر، وهبتدي بقى اضيف فيتامين اي مع المادة الحافظة بتاعتي في نوكثينول. حطيت الاتنين على بعض جرام من هنا وجرام من هنا، ونزلت فوق الخليط بتاعي وهقلب بالهاند بلندر عشان كله يخش في بعض وكل المكونات تخش في بعضها. انا عقمت العبوات كلها بالكحول 70، كحول طبي اثيل 70، وطبعا وعقمت كمان الغطسان بتاعتها قبل ما ونشفتهم بالكلينكس. وهبتدي بقى ان انا بعبي الكريم بتاعي، وبستخدم معلقه بلاستيك كده ديسبوزابل صغيره، انا بخبط عشان فراغات الهواء. ودلوقتي دي المقادير، تقدري تاخديها سكرين شوت كده بموبايلك. وعن طريقة الاستخدام الكريم ده، طبعا بتاخدي نتفة كده صغيرة وبتحطي حوالين عينيكي بطريقة الطبطبة، وبتستخدميه بشكل يومي ويستخدم ليلا. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتسيبيلي كومنت، واشوفك ان شاء الله في فيديو جديد.